اسمي صايم الطلطاف، شباب بدرس هندسة أنظمة حاسوب سنة خامسة في جامعة بيرزيت. زملائي اللي ساعدوني في هذا المشروع محمد أحمد عطية برضو بدرس معي سنة خامسة، ومحمد تيسير الزيون. مشروعنا هو General Gesture Controller، وهي عبارة عن متحكم عام بإيماءات اليد لأجهزة مختلفة. مشروعنا يتكون من قفاز موجود عليه عدة سنسورز أو حساسات، بتكون بتجميع داتا أو أخذ معلومات عن اليد بدقة عالية، سواء دورانها أو تسارعها أو حركة أصابعها أو انتنائها. بتجمع هاي الداتا في مايكرو كنترولر، بيكون بتجميعها بجنرال فريم وبرسلها للجهاز المستقبل بغض النظر شو كان نوع الجهاز المستقبل. مشروعنا الجنرال جستر كنترولر بيقدر يتحكم بأي جهاز بيقدر يستقبل داتا. من طب احنا كامثله طبقناها مشان احنا نبين شغل مشروعنا، كان مثالين تو ديموز اللي هو عباره عن روبوت وطبقناها كمان على الويندوز. بالنسبه للروبوت احنا طبقناها على سياره صغيره بتتكون بالاساس من مايكرو كنترولر مستقبل الداتا عن طريق البلوتوث، برضو في 2 دي سي موتورز عباره عن عجلين، لكل عجل فيه موتور بيتحكم فيه. طبعا بيستقبل الداتا، استخدمنا حركات معينه مثلا ان تخلي او تعمل الروبوت يتحرك للامام بحركه معينه او يتحرك للخلف او يتحرك كلوك وايز او كاونتر كلوك وايز. اما بالنسبه للويندوز فاحنا استخدمنا القفاز تبعنا بحيث انه يتحكم بالماوس ويعمل شورت كاتس او شغلات بسيطه على الويندوز كتطبيق اخر. فمثلا يعني عندنا الماوس احنا وصلنا فيه الايرور لدرجه قليله جدا تقريبا 1%، وهي ما وصلتش. بتحكم بالماوس بحيث انه ما فيش، حتى الماوس جدا رائعه بحيث انها ما بتتلكلكش او ما بصيرش فيه تريكنج فيها. مشروعنا أخذت فترة تقريبا 8 أشهر، وهي عبارة عن فصلين دراسيين متكاملين. بلشنا في بداية الفصل الثاني من العام الدراسي 2014-2015، وانتهينا فيه في بداية الفصل الأول اللي هو من عام 2015-2016. هدفنا في المشروع كان إن إحنا نعمل إشي هاردوير ملموس، لأن إحنا حسينا حالنا رح نبدأ بمجال الهاردوير على عكس إن نستخدم مثلا أو نعمل مشروع سوفتوير. كان الهدف الأساسي إنه إحنا نخترع أو نجيب إشي جديد على السوق الفلسطيني ونقدر ننتج إن شاء الله في المستقبل، بحيث إنه يكون مكتوب عليه مثلاً إنه صنع في فلسطين. طموحاتنا في المستقبل إنه نعمل القفاز تبعنا بلاتفورم، بحيث إنه نتيح لكافة المبرمجين حول العالم إنهم يعملوا أبليكيشنز بحيث إنها تتلائم مع حياة الناس اليومية ويطبقوها على هذا القفاز. أو مثلاً إذا في مصنع في أذرع آلية يعني تفوق طاقة الإنسان، بيقدر يتحكم الناس كذراع آلي بالقفاز تبعنا، يعمل أبليكيشن يتحكم فيها بشكل عام. أو مثلا على سبيل المثال إذا كان في مواد أشعة في مختبر أو في منطقة ما أو قنبلة، إنه يقدر مثلا اللي بده يفكك القنبلة أو إنه يتعامل معها عن بعد، بحيث إنه ما يخطرش بحياته وما يكونش موجود فيزيكال عندها. من طموحاتنا كمان إنه نعمل مشروعنا كفاينل برودكت تكون موجودة في السوق وتستعمل على نطاق واسع في كافة أنحاء العالم.